موجودين هلا بلندن بإجبر رود وتحديدا في ويست اند جيت، هذا المشروع المميز بموقع مميز كتير كثير حبيته من برا. صحيح. ومن جوا كمان رهيب. الموقع هذا مميز لأنه على زي ما تفضلت في إجبر رود قريب من ميرلوبون، طبعا المشترين هون بتمتعوا بفيرست كلاس سيرفيسز من السبا، الجيم، بركة السباحة والكونسييرج والسيكوريتي. طبعا هذا شيء أساسي. كمان الموقع دائما لوكيشن لوكيشن لوكيشن، الموقع هون مهم لانه خلفنا البادينغتون ستيشن اللي هي بتوصل في مطار هيثرو الاكثر شعبيه كمحطه قطارات في سنترال لندن. ولا تنسي ان كثير من العرب بيحبوا هاي المنطقه لان الشارع هذا مشهور بالكافيهات ومشهور العرب كل شيء، حتى اللافتات بالعربي. احنا نتعامل الان دايركتلي مع بنوك قطريه كبيره، وهذه بتقدم لك التسهيلات بانهم يقوموا هم بالدفع المتبقي. طبعا القانون الان 30 او 40% يدفع كداون بيمنت و60 يقسط من ضمن الاقتراض على العقار. استوديو تقريبا يبتدي الاسعار على 650 الف جنيه استرليني، عم نحكي على تقريبا 40 متر مربع 400 سكوير فوت. بعد ذلك في الوان بيدروم على 950، التو بيدروم تبتدي على 1,200,000، في 3 و4 بيدرومز. طبعا كل ما ارتفعنا بزيد السعر اذا هو على فيو الهايد بارك، لان المشروع هذا محاط من تو مين باركس اللي هم هايد بارك كورنر وريجنت بارك، وبنفس الوقت انت عندك مدينة لندن محاطة بالمنطقة اللي هي بادينغتون والأكسفورد رود، ففي كتير فيوز، السيتي فيو والباركس فيو حسب ايش ماخده بزيد السعر او بنقص. فهذا المشروع مميز again، واتوقع already في ناس كتير من دول الخليج وتحديدا قطر اخذوا فيه وراح ينبسطوا فيه، وانا متأكد انه زيارتك له راح تلفت الضوء عليه لان عم تختاري النخبة لهذا الجمهور. طب أنا عجبتني الشقة وعم بفكر إني أشتريها، شو الخطوات عشان أحصل عليها؟ ممتاز. بما إنه هذا المشروع جاهز فعندك سيناريوهين أو طريقتين للشراء. إذا عندك الكاش جاهز فأنت بتشتري عن طريق محامي، بتدفعي للمحامي اللي أنت بتختاريه ومنتم عملية الإكستشينج أو كونتراكت أو تبادل العقود. في السيناريو الثاني إذا الشخص حابب يقسط، فإحنا بنتعامل مع البنوك، منها بنوك قطرية مثل بنك قطر الوطني فمثلا، إحنا ليستد معه كبارتنر، فيك تروحي عليه ويقوم بأخذه، خصوصا الموجود في مايفير في لندن، بأخذ العقار بقسط لك على 10-20 سنة، وبالتالي أنت بتدفعي يمكن 40% والباقي بقسطه على مدة التقسيط المطلوبة. فبهيك حالة بيكون شيء جيد لأنه أنت أخذت تمويل من البنك وأخذت الشقة اللي بدك إياها.